أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث خاص. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع رئيس حزب حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق مقري. أهلا بك دكتور مقري على شاشة التلفزيون العربي. دعني أبدأ معك في الحديث من حيث اللحظة الراهنة. الرئيس بوتفليقة تراجع عن الترشح وأيضا أجل الانتخابات الرئاسية، ولكن الحراك ما زال مستمرا، لماذا؟ أولا تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. السبب الرئيسي أن المعارضة ونحن جزء منها والحراك الشعبي فهم بأن هذه الإجراءات هي التفاف على إرادته، وكان بإمكان الرئيس بوتفليقة ومن معه أو من هو محيط به ومن يرتب معه كان عليه أن يبدأ بالتوافق، مثلما اقترحنا نحن في مبادرة حركة مجتمع السلم مبادرة التوافق الوطني أن يبدأ بالتوافق قبل أي إجراء، أن يتصل بالفاعلين الأساسيين الذين يختلفون معه، لأن حينما نتحدث عن التوافق هو التوافق مع من نختلف معهم، كان عليه أن يتصل بمن يختلف معهم سواء في المعارضة أو من يمكن أن يكون في الحراك الشعبي ويتفق على خارطة الطريق. هكذا فعلت الدول التي توجهت نحو تحول ديمقراطي ناجح، يتفق على ذلك. لو كان هناك اتفاق مثلا على رئيس حكومة توافقي وعلى آلية الوصول إلى الندوة الوطنية ربما كانت الأمور تهدأ، ولكن ربما سيد كان مقري، هناك سيد مقري إمكان للتواصل. أنت أول من دعا في ديسمبر الماضي إلى تأجيل الانتخابات وأيضا تمديد عهدة بوتفليقة، ما الذي تغير الآن؟ نحن لم ندعو إلى تمديد العهدة، نحن عارضنا العهدة الخامسة وعارضنا التوريث وعارضنا التمديد. نحن اقترحنا تأجيل الانتخابات على أساس التوافق، مثل ما كنت أحدثك عنه الآن بالضبط، على أساس التوافق، أي أنه لا يمكن أن يكون هناك إعلان من جهة واحدة وأن الذي يسير الإصلاحات التي وعد بها الجزائريون من قبل السلطة وحدها. رئيس الجمهورية أنهى مهام أويحيى وجاء بوزير الداخلية الذي هو ممن يأتمر بأوامرهم ولا يمكن أن يسير. ولكنك جنحت إلى المشاركة في الانتخابات سيد مقري. مبادرتنا كانت تدعو، نعم نحن دعونا إلى توافق وطني، والتوافق الوطني هو الذي يؤدي إلى تعديل جزئي للدستور حتى يكون تأجيل الانتخابات في إطار قانوني ودستوري، واتفقنا كذلك على أن تكون مدة التأجيل بين 6 أشهر إلى سنة، لأن إذا لم يكن هناك أجل محدد معنى ذلك نحن في التمديد. لذلك للأسف الشديد لم تقبل هذه الإجراءات لا من المعارضة ولا من الحراك. نحن بطبيعة الحال كنا نعول على أن ندخل الانتخابات مع عدد من المرشحين الجادين، ولكن حينما بدأت بوادر واضحة وجلية أكثر من ذي قبل بأن هناك إرادة لتمرير لا معقول باستعمال كل وسائل الدولة والإعلان بأن رئيس الجمهورية قد جمع 6 ملايين توقيع، شيء لا يخطر على البال على الإطلاق، لأن جمع 6 ملايين توقيع معنى ذلك أن هناك طوابير كثيرة للجزائريين للتوقيع لرئيس الجمهورية، لم يرى الجزائريون هذه الطوابير على الإطلاق. ثم جاء الحراك الشعبي الذي صار هو الحدث وصار هو الذي يحدد البوصلة، فنحن لهذين السببين تراجعنا عن المشاركة في الانتخابات وسرنا مع الإرادة الشعبية. تتحدث كثيرا أو تتحدث المعارضة سيد مقري للإرادة الشعبية، تتحدث كثيرا عن نقطة التمسك في الدستور، ورمطان العمامرة يقول أن القانون لا يجب أن يكون عائقا أمام تجاوز العقبات. ألا تجد فعلا أن الضرورة يفرضها الوضع كذلك لأن تمشوا بما لا يريده يمكن. النظام؟ لا يمكن للسلطة أن تدوس على الدستور وأن تدوس على القوانين
إلا في إطار توافق وطني، لأن التوافق الوطني يصنع عقدا اجتماعيا جديدا يكون ربما أعلى من المنظومة القانونية، والتوافق هو الذي يحدد الإجراءات القانونية التي تبقي التأجيل في إطار دستوري وفي إطار قانوني. المشكلة الأساسية أن النظام السياسي أراد أن يرسم خارطة الطريق بمفرده، ولذلك فهمت من قبلنا جميعا ومن الحراك الشعبي بأن هذا التفاف وأنه إرادة لتوقيف هذا الحراك الشعبي وأن يعود الناس لبيوتهم، وحينما تهدأ الأمور سيتراجعون عن كل هذه الوعود كما فعلوا في 2011. في 2011 رئيس الجمهورية وعد بإصلاحات كبيرة وعميقة، ولكن ما إن انتهت التوترات التي كانت في شهر يناير في 2011 في الجزائر، وما إن انتكست كذلك الحراك الذي كان في العالم العربي الذي سمي بالربيع العربي، تراجعت السلطة عن الوعود بالإصلاحات وأفرغت من محتواها. فنحن عندنا تجربة، والطبقة السياسية وكذلك الحراك الشعبي يعلمون بأن هذه الوعود تمت من قبل ولم تحقق. فلذلك كان المفروض على الرئاسة أن تتصل بمن تختلف معهم في الطبقة السياسية وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الحراك، ويتم الاتفاق على خارطة الطريق، ويتم الاتفاق على أجل محدد، ويتم الاتفاق على كذلك كيفية قانونية للدخول في التأجيل. هذه هي مبادرة حركة مجتمع السن. كررت كثيرا كلمتي التوافق الوطني سيد بقري، إذا ما موقفكم من المشاركة في الندوة الوطنية التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة؟ الندوة الوطنية كذلك لا معنى لها إن لم تبنى على التوافق الوطني، على النظام السياسي أن يغير سلوكه بدل تشتيت المعارضة وتشتيت الحراك، عليه أن يكون جادا وصادقا في تحقيق التوافق الوطني. النظام السياسي بدأ من الآن يعمل على تشتيت المعارضة وتشتيت بعض الشخصيات التي ظهرت في الحراك، هذا أمر لن ينفع، وهو يسير نفس السلوك الذي جرب في العديد من دول العالم، أن الأنظمة الشمولية تكون المطالب التي ترفع لها في البداية معقولة ولا يستجيبون لها، وحينما يكبر الحراك وتكبر جبهة الاعتراض يعودون إلى الاستجابة لتلك الوعود التي كانت معقولة، ولكن يكون قد تجاوزها الزمن، فبعد ذلك الحراك يكبر أكثر ويرفع سقفه والسلطة ترفض، ثم بعد ذلك تعود للمستوى الثاني الذي رفضته، ولكن يكون قد فات الأوان لأن الحراك يكون قد كبر. الأنظمة الشمولية تكرر نفس الأخطاء، ترسب دائما في هذا الامتحان. إن استمرت السلطة على هذا الشكل فإن الضريبة ستكون كبيرة جدا جدا على السلطة أن تستمع لصوت الشعب وأن تستمع لما يقوله الجزائريون. 17 مليون جزائري خرجوا للساحات في 48 ولاية في حالة غير مسبوقة، لا أعرف أن هذه الحالة وقعت في أي بلد في العالم في التاريخ، أن الناس يخرجون بالملايين في وقت واحد في ساعات واحدة في كل محافظات البلد في كل ولايات البلد، يخرجون مرة واحدة يرفعون شعار واحد، هذا شيء غير مسبوق. ولكن سيد مقري ألا تعتقد أن الوضع يحتاج إبداء القليل من التنازلات من الطرفين؟ لماذا لا تعتبرون قرارات بوتفليقة نصف انتصار ويمكن البناء عليها؟ هي المشكلة مشكلة ثقة، لا يمكن الوثوق بوعود ستنتهي فور رجوع الناس إلى بيوتهم. يجب أن تكون هناك حكومة انتقالية لا يرأسها واحد من النظام السياسي، ترأسها شخصية يثق فيها الجميع، وتكون حكومة توافقية هي التي تحرس ما يتفق عليه، هي التي تجسد ما يتفق عليه. المشكل مشكل ثقة، وهذا أمر معروف في الساحة السياسية ومعروف في العلوم السياسية. يعني هناك علم في العلوم السياسية يسمى الترانزيتولوجي، معنى ذلك أن أثناء فترة الانتقال يجب أن يكون هناك توافق، لأن لما يتفق الناس بأن هناك أزمة ويتفق الناس على طريقة للحل يجب أن تبنى الثقة، ولا تبنى الثقة إلا بالتوافق الوطني.
لكن ألا تعتقدون أن يعني إذا ما كانت الحكومة أو النظام لم تقبل بهذه المطالب، ألا تعتقدون أن التصلب في موقفكم هذا ربما يؤدي إلى سيناريوهات غير محمودة في الجزائر؟ الموقف ليس موقفنا، الموقف هو موقف شعب خرج للساحات الذي الآن بيده المبادرة. لسنا نحن، ليست الأحزاب السياسية، نحن نحاول أن نساعد من أجل أن تكون النهاية لصالح الجميع. المبادرة الآن في يد الشارع، المبادرة الآن في يد أعداد بالملايين من المواطنين. نحن كنا قد اقترحنا هذه المبادرة قبل أن يخرج الناس للشارع، ونحن كنا توقعنا أن الناس سيخرجون للشارع، ونحن كنا تحدثنا مع رئاسة الجمهورية ومع الأحزاب ومع مختلف المسؤولين بأنه إن لم يستجب لهذا التوافق الوطني لتأجيل الانتخابات على أساس التوافق بأجندة متفق عليها واضحة، أن احتمال خروج الناس للشارع وارد. وهذا الذي أقوله لك مكتوب ومصور يعني مرات ومرات، ونحن ننبه بأن هناك احتقان كبير في الجزائر، وأن العهدة الخامسة ستكون بمثابة إذلال للشعب الجزائري، ستكون هي السائق الذي يحرك هذا الاحتقان الكبير في المجتمع. وهناك احتمالات أخرى سيد بقري، هناك احتمالات أخرى، هناك من يحذر من تكرار السيناريو المصري وأن يأتي جنرالات الجيش ليحسموا الموقف. يعني في الحقيقة الحالة اللي موجودة في الجزائر لا توجد جهة يمكن تعلق عليها يعني هذا المشجب. يعني الآن المشكلة بين النظام السياسي والشعب الجزائري، لا يوجد لا إسلاميين ولا غير إسلاميين الآن في المعادلة. يعني مع من سيتصارعون؟ لكن سيتصارعون هناك من يحذر يعني حقيقة من سيناريو وجدوا إسلامي في الجزائر، علقوا عليهم المشجب. هل هل لديكم في حركة مجتمع السلم ما تطمئنون به الناس؟ الآن لا يوجد، نحن دعونا للتوافق ولا زلنا ندعو للتوافق، نحن لسنا طرفا في المشكل، نحن طرفا في الحل، نحن لسنا جزءا من هذا الاستقطاب. ولكن مجرد ترشح السيد بقري للانتخابات تماماً أعادت يعني للذهن تجربة الإخوان المسلمين. لم يحدث هذا، يعني لم يقل حينما كنت مرشحا لم يتحدث أحد بهذا على الإطلاق، ثم بعد ذلك نحن انسحبنا من الترشح. يعني أين هو الاستقطاب؟ نحن انسحبنا من الترشح يعني في وقت مبكر، والآن الاستقطاب هو بين النظام السياسي بمختلف مؤسساته وبين الشعب الجزائري. يعني نحن بعيدون كل البعد عن التجربة المصرية. ويضاف إلى ذلك أن حركة مجتمع السلم هي حركة نوفمبرية، هي لا تضع نفسها ضمن هذا الاستقطاب بين إسلامي وعلماني وديمقراطي ووطني وغير ذلك. يعني هذه الأسماء لم يصبح لها معنى كبير في الجزائر. نحن نصنف الساحة السياسية بين نوفمبري وغير نوفمبري. حركة مجتمع السلم رسالتها نوفمبرية، وحركة مجتمع السلم دفعت الثمن غاليا في مواجهة الإرهاب في التسعينيات. نحن قدمنا أكثر من 400 شهيد قتلهم الإرهاب، وعلى رأسهم قياداتنا، على رأسهم الشيخ محمد بوسليمان الذي كان نائب رئيس الشيخ محفوظ نحناح. نحن في الحقيقة نحن من دفع الثمن، ليست الأحزاب الأخرى التي تتشدق اليوم بالوطنية. هذه الأحزاب كانت قد فرت من المركبة وتركت الدولة تترنح. الذي وقف مع الدولة هي حركة مجتمع السلم. نحن كنا في منافسة وفي خصومة مع النظام السياسي، ولكن نحن نفرق بين الدولة والنظام السياسي. فلذلك وبالتالي في هل تريدون إصلاح النظام أم نحن إسقاطه؟ سيد بقري، نريد تبيان لموقفكم. لا يوجد هنا في الجزائر من يتحدث على المصطلحات التي هي كانت موجودة في المشرق العربي. لو أن النظام السياسي لم يستفز الناس مرة أخرى بعد انسحاب بوتفليقة من ترشحه، لو لم يستفز الناس ويعينوا بدوي ويعينوا العمامرة ويأتون بالأخضر الإبراهيمي هكذا يعني بهذه الطريقة، لما نحن في هذا المشكل. لو انتهجوا سياسة التوافق مع الجميع
الجميع، لما نحن في هذه الأزمة. هي المشكلة مشكلة نظام سياسي، ومشكلته مع الشعب، ليست لا مع أي صنف من صنوف الإيديولوجيات ولا الانتماءات السياسية ولا الفكرية، ولا هم يحزنون. المسألة تختلف كلية. وحركة مجتمع سلمي حركة مسؤولة، حركة شاركت في الحكومة لمدة 17 سنة، وسيرت الشأن العام، وهي تسير العديد من البلديات، وهي لها تجربة في البرلمان، يعني في حدود يعني الآن أكثر من 25 سنة. فنحن حركة مسؤولة ومعروفة بحكمتها لدى الجميع. نحن رفضنا أن نكون في الحكومة منذ سنوات، يعني لأن رأينا بأن الإصلاح من الداخل أصبح غير ممكن، يعني ولكن مع ذلك نحن حركة تقدم بدائل وتقدم اقتراحات. وأكرر مرة أخرى بأن الذي يتحمل المسؤولية هو النظام السياسي، بسبب الفساد الذي أصبح يأكل الدولة ويأكل المجتمع، وبسبب التبذير وبسبب سوء التدبير. الدولة النظام السياسي أنفق 1,000 مليار دولار، ونحن الآن في حالة ندفع أجور العمال بطباعة شيء غير معقول. وماذا عن الجزء السيد مقلي؟ أرادوا أن يستفزوا الجزائريين بترشيح رئيس مريض. يعني أسألك عن الجيش. نعم. وجهت رسالة إلى قائد صالح تساءلت. نعم. فيها إذا ما كان خطابه الأخير منحاز للشعب أو هو تهديد له، ألا تعتقد أن مجرد هذا التساؤل فيه اتهام أو تلميح ضمني ربما بأن الجيش لا يقف مع الشعب، لأنه ببساطة لا يريد أن يبين موقفه؟ لا، بالعكس، هو في البداية كانت الرسالة الأولى لقائد الأركان كانت شديدة، يعني وفهمت من طرف الجميع بأن يعني فيها نوع من الشدة تجاه المتظاهرين. فأنا يعني كتبت رسالة قلت بأن المشكل ليس في الشعب، ولكن المشكل هو في الفاسدين وفي المفسدين وفي المبذرين وفي زمر الانتهازية وغير ذلك. يعني لم يكن في أي تهديد. لا يمكن نحن حركة مجتمع سن أن نهدد أحدا على الإطلاق، ولكن نبهناه من هو الخطر على البلد. الخطر على البلد ليس الشعب الجزائري. الشعب الجزائري شعب صبار، شعب صبر سنوات طويلة. الشعب الجزائري شعب له حكمة كبيرة. هو قد استفاد من أزمة التسعينيات، واستفاد كذلك من الأزمات الموجودة الآن في العالم العربي. فهو في يعني صارت له تجربة وحكمة كبيرة جدا. هذه المسيرات يعني أدهشت العالم بتحضرها وبسلميتها. الذين كانوا في الشارع هم الذين كانوا يرفضوا أن تذكر ولو كلمة نابية من أي كان في الشارع. يعني هذا مستوى عالي من التحضر، يعني أدهش العالم. ولذلك لا يجب أن يخاطب الشعب الجزائري بأي شدة. وعلى كل حال، السيد قائد الأركان في رسالتيه الأخيرتين كان قد تكلم بشيء إيجابي لصالح الشعب، وقال بأن الشعب والجيش هو مصير واحد، ويرسمون مستقبلهم بشيء واحد. ونحن ثمننا هذا، نحن ثمناه. يعني أنا أعتقد بأن ربما رسالتي جاءت بالفائدة وأعطت رسالة إيجابية بأن الذي يمثل خطر على البلد ليس الشعب، ولكن هم الفاسدين، هم الذين فشلوا في تسيير البلد. وعلى المؤسسة العسكرية أن تكون هي مع الشعب كما ذكر القائد الأركان في رسالته الأخيرتين. ماذا عن إمكانية اللجوء إلى حالة الطوارئ؟ يعني نحن لسنا في حاجة إلى حالة الطوارئ ولا إلى الحالة الاستثنائية. الشعب الجزائري في مسيرات سلمية، في مسيرات متحضرة جدا. الحل هو الاستجابة للشعب الجزائري. الحل ليس في إعلان حالة الطوارئ. الحل هو أن تختفي هذه الوجوه التي لا يقبلها الشعب الجزائري. لماذا يفرض على الشعب الجزائري بدوي ورمضان العمامرة أو غيره؟ لكن هناك حديث وهناك من يشكك بوجود أصلا قوى أو أجنحة في السلطة تريد استمرار الحراك. ما رأيك في هذا التفسير؟ هذا الكلام موجود، والذي جعل الناس يفكرون في هذا هو وجود صراعات أجنحة داخل نظام سياسي منذ سنوات. هناك صراعات وهناك تصريحات مضادة من أطراف أساسية. يعني الذي أخبر الجزائريين بأن هناك صراع أجنحة هم الذين في الحكم.
ذاتهم، لأنهم هم الذين كانوا يصرحون تصريحات ضد بعضهم البعض. فلذلك صار واضحا وبينا بأن هناك صراع أجنحة واضح وبين، والجميع والخاص والعام يعلم ذلك، بل الجزائريون أصبحون يعرفون الأسماء، هذا مع من وهذا مع من. فلذلك شيء طبيعي أن البعض يعتقدون بأن هناك أطراف ربما تريد أن تستفيد من الحراك. دكتور مقري، أنت حذرت قبل أيام وقلت هناك جهات ما تريد أن تستعمل الإرادة الشعبية ضد العهدة الخامسة لتمرير شيء ما لا يريده الشعب. من هي الجهات التي تقصدها، وما الشيء الذي يراد تمريره فعلا؟ الجهات التي تريد أن تركب الحراك أو أن تستفيد منه جهات كثيرة. نحن الآن نرى يعني بعض الجهات المعروفة انتماءاتها الإيديولوجية والسياسية والفكرية يعني تعلن عن أسماء بأنها تمثل الحراك، وترصب يعني نفسها نيابة عن الشعب بأنها تمثل الحراك. هناك صراع حقيقي وصراع قديم يعني في الجزائر، ولو أن التجربة الجزائرية جعلت هناك تعايش يعني مقبول جدا بين مختلف مكونات الساحة السياسية والفكرية والإيديولوجية في الجزائر، ولكن بمناسبة هذا الحراك لما اعتقد البعض بأن هذا الحراك بعظمته وبقوته يمكن أن يغير الخارطة السياسية، هناك من أرادوا ركوب الحراك ولم يصبروا إلى أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، وبدأوا الآن يريدون الاستفادة من الحراك وتقديم أنفسهم على أنهم يمثلون الشعب الجزائري. على الجميع أن يتعقل، على الجميع أن يعلم بأن مصلحة الجزائريين هي في الإصلاح السياسي وفي الإصلاح الاقتصادي ونهاية الفساد، وأن نتوافق فيما بيننا وأن نتعاون جميعا على خدمة بلدنا، ومصلحتنا جميعا وفي استقرار بلدنا، ومصلحتنا جميعا وفي خدمة بلدنا، ومصلحتنا جميعا أن تكون الإرادة عند الشعب. الجزائر ستحفظ من التدخلات الأجنبية لما تكون السيادة الشعبية محترمة، الجزائر تحفظ من الفساد لما الإرادة الشعبية تحترم، لما الإرادة الشعبية تستطيع أن تخرج برلمان يستطيع أن يراقب المسؤول حينما يصبح المسؤول مسؤول ويسأل. بناء على هذا الكلام والختام سيد مقري، عندئذ البلد سيحفظ. أريد أن أسألك في الختام، إلى أي حد يمكنك أن تطمئن الجزائريين الآن والعرب عموما بأن الجزائر لن تنزلق في أي حال من الأحوال إلى عشرية جديدة لا سمح الله؟ طبعا يعني هناك مؤشرات مطمئنة، نسأل الله أن يبارك الله فيها. أولا يعني الثقافة الجزائرية التي ظهرت يعني سامية جدا في هذا الحراك، القدرة على 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 خروج هؤلاء الناس بالملايين في إطار سلمية وفي إطار تحضر، هذا شيء أدهشنا حقيقة. يعني الحق يعني يصيب الإنسان القشعريرة من هذا الحالة، يعني الإنسان يشعر بالعز وبالافتخار بانتمائه لهذا البلد بسبب هذا الخروج المتحضر السلمي الكبير. كذلك لابد أن نشكر الأجهزة الأمنية والمؤسسات الدولة، على مستوى المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية التي كذلك لم تستعمل الشدة والغلظة والعنف مع الجزائريين، هذا يحسب لها، وإذا استمرت هكذا سيكون الأمر جيد. كذلك على النظام السياسي فقط أن يتجه إلى التوافق الوطني وأن لا يفرض أجنداته. نظام سياسي الآن ليس بمقدوره أن يفرض أجنداته، ليس بمقدوره أن يفرض حلوله فوقيا، ليس بمقدوره أن يفرض وجوها لا يقبلها الشعب الجزائري. أنا أستطيع أن أكون مطمئنا وأطمئن كذلك الشعوب العربية بأن الأمور يمكن أن تكون بخير بإذن الله تعالى إذا استمر الحال هكذا، وإذا تعقل المسؤولون في الدولة الجزائرية وتوقفوا عن فرض الأمر الواقع يعني، وكذلك ألا يكون هناك تدخل أجنبي. هناك بعض الجهات الأجنبية من الغرب ومن العالم العربي التي بدأت تتدخل، بل هي تدخلت قبل ذلك ولها مصلحة في أن تسير الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. شكرا. يعني على الأشقاء العرب وعلى جيراننا في كذلك في أوروبا وفي الغرب أن يبتعدوا عن التدخل في الشؤون الجزائرية، لأن إذا أصاب الجزائر مكروه فإن الجميع سيتضرر من ذلك. شكرا. نحن إن شاء الله متفائلون، ويخرج الجزائريون كعادتهم يعبرون عن إرادتهم.
في إطار السلمية. شكرا جزيلا. وفي إطار التحذر، وإن شاء الله السلطات كذلك تتصرف بحكمة وبعقلانية، ولا يؤمر إخواننا من رجال الشرطة. انتهى وقتنا دكتور عبد العزيز. المؤسسة الأمنية والعسكرية، هؤلاء أشقاؤنا وإخواننا، لا يؤمرون بقمع إخوانهم. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق المقري، رئيس حركة السلم الجزائرية. شكر موصول لكم مشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.